مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة. لماذا قتلت المخابرات المصرية الممثلة سعاد حسني؟ أنا الإنسان الوحيد اللي حضرت حادثة الانتحار باعتبار أن سعاد حسني ساكنة معانا في نفس العمارة. إلى مبنى ستيوارت تاور، المكان الذي شهد مأساة رحيل سعاد حسني. هقولك آخر مكالمة، آخر مكالمة اللي هي قبل ما تموت بـ 48 ساعة. كلمتني بالتليفون قالت لي انا هكتب مذكراتي عشان ما عنديش فلوس. قالي لي سعاد حسني ماتت ولا قتلت؟ قتلت. دي الشقه اللي شهدت احداث اليوم القديم الاخير. طبعا هل لديك اي معلومات انها قد تكون دفعت حياتها ثمن لعلاقه مع جهاز المخابرات؟ لا اتخيل عمليات قتل عليها علامه استفهام ولم تكن تعلم بها المخابرات الانجليزيه، لا يمكن. هم جم خبطوا على مراتي قالوا لها ده في واحده واقعه وبيقولوا انها صديقة واحدة ساكنة في السادس. وهذا يجعلنا نحقق في ملابسات الحادث منذ البداية لنكتشف ماذا حدث بالضبط. استرجع تاني حضرتك، رجعت حوالي 9 وكذا فشفتيها في الشباك، كانت واقفة في البلكونة. يس. على بال بقى ما طلعتي فوق كان حصل اللي حصل. وهنا مكان وقوع الجثمان. سأصعد الآن لألتقي بالسيدة نادية يسري. والشقة الصغيرة اللي انتوا شايفينها ده هي، بطلع انا على الشرفة في ترابيزة صغيرة، هنا كرسي والشبشب الموضوع هنا هو، ودي الترابيزة المفروض ان حصل عليها وقوف. يعني اولا من هي الضحية سعاد حسني؟ نكتشف انها مندوبة للمخابرات المصرية. سعاد حسني اولا صديقتي جدا وافلامها كلها عندي في الاستوديو. ايوه انت عارف الافلام دي طبعا، مكتوب اعتماد خورشيد على طبعا طبعا. بتمضي عقد الاول اللي يسيطر عليها ويجيب لها واحد كاتب ممثله يقول لها انت هيشغلك في السينما، حاجات زي ما عمل مع سعاد حسني. يعني بيقدروا يسيطروا على سعاد حسني وبيدوهم فلوس. اه سيطروا عليه. سعاد حسني بقى جابوا لها واحد، يا حرام. البت يعني غلبانه قوي، ما لهاش في الحاجات دي. سيطروا عليها، وبعد ما سيطروا عليها راح داخل صلاح نصر عليها على انهم بتوع الاداب وانت في بيت سري، وراحوا شايلينها وودوها مبنى المخابرات فرجوها. البت جالها اكتئاب لمده سنه. ما بقتش قادره تتحرك. فمضت على التوكيل على العقد انها تبقى مجنده. وهي ما تعرفش يعني ايه مجنده. اخيرا صفوت الشريف بقى ياخدها يطلعها فوق في الاوتيلات وينزل. صفوت الشريف بنفسه بنفسه جندها. يعني كانت مجنده؟ اه كانت مجنده. ده عملوا فيها مقلب وصوروها غلط بشكل ابتزاز. يعني يبتزوها انه سجن. انت بتقول سجلت سعاد حسني كمان؟ حصل. ليه؟ ايه 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 خطر سعاد حسني؟ انا مال انا اقدر اسال رائد سعاد حسني؟ حاضر. ما اقدرش اناقش ليه. بعد ذلك مندوبه المخابرات سعاد حسني سافرت الى لندن للعلاج على نفقه الدوله. سافرت بره عشان تتعالج. ايوه. فبعد ما قالت لصفوت الشريف عايزه فلوس قال لها ما فيش، اللي خلاك تسافري؟ سافرت لندن تطلب من صفوت الشريف، طبعا متغصب انها بيكرهها. ليه؟ عشان حب يوديها عند ناس وواحد كبير في البلد ما رضيش، رفضت عشان فاضل عايز يفضل مجندها الى الابد. ثم اوقف رئيس الوزراء علاجها. الجواب اللي اتبعت لعاطف اللي هو وقف الدكتور عاطف الانسس بتاعها انا اللي كاتبه، والجواب اللي اتبعت لسوزان مبارك انا اللي كاتبه. وهنا قررت سعاد حسني الانتقال للاقامه في شقه صديقتها ناديه يسري. راحت كلمتني وقالت يا ناديه انا هاجي هلم كل الحاجات بتاعتي وننزلها مصر واجي اقعد عندك. قلت لها يا حبيبي ده بيتك وانا ضيف عليك. ان انت في مصر كنت اسمها ايه اللبيسه بتاعتها، يعني ما تاخديش الخدامه بتاعتها، دي من ضمن الحاجات اللي قالوها عليك. في حاجه تانيه ما ايه تاني؟ حاضر. مش قالوا ان انا معلش ان انا اهلي اتبروا مني عشان انا كنت ماشيه مشي بطال؟ ما انا مش قادر اقول دي يعني. لا انا بقول. طيب لا قالوا اكتر من كده كمان. طب ايه ردك؟ طب ايه ردك على الكلام يعني؟ انت ما رديتيش خلال الفتره اللي فاتت كلها ومعصبتيش على الكلام. معلش اصلا لسه ما كملتش فين. وبعدين كمان من ضمن الحاجات اللي قالوها عشان يبقى قفلنا الحته دي، يعني مثلا عز الدين اخو سعاد
الكبير اللي هو جه علشان اللي رجله والقبر يتقي ربنا، اللي هو جه عشان ياخد الجثمان. قال انه كان اظن كنت انت قاعده هنا، هو كان قاعد على الكرسي دوت. لا هو كان قاعد هنا، وابنه احمد كان قاعد مش عارف فين. وبعدين قال انا كنت قاعد خايف من ناديه، مرعوب منها لا ترميني من البلكونه. مش بيقولوا ان انا كنت خدمتها منظر؟ انا خدامه. طب شوفوا منظرهم هم. وبعدين انا سبت مصر من حاجه وعشرين سنه، ليه سعاد اجت عندي؟ ليه بقيت اروح معها باريس؟ انا اللي وقفت معها في العمليه بتاعتها. يعني ما هو بالعقل، يعني ما احنا ربنا مش شفناه بس بالعقل عرفناه. وهذه الشقه تقع في ابراج الموت، ابراج الرعب، ابراج ستيوارت تاور. فاجهزه الاستخبارات العراقيه والسوريه والسعوديه والاماراتيه والكويتيه والميتا كله عنده بيوت امنه في ستيوارت تاور. اصل العماره دي بتاعت المخابرات المصريه. العماره اللي باتت فيها سعاد دي بتاعت المخابرات. قبل كده علي شفيق بات فيها بلندن. عندك معلومات عن الموضوع ده؟ طبعا لا. وقتل فيها الليثي نصيف رئيس الحرس الجمهوري للرئيس الراحل انور السادات. بس كمان عرفت ان هي اتقتلت فيها ستة امريكيه كتير كتير، بس هم بيعملوا مخابرات روسي على المصريين بس في كتير قوي بينتحروا كتير قوي. انا ساكنه هون ثلاثه صار في حوادث قبل ما اسكن، حادثين، حادث سعاد حسني، حادث واحدة أمريكية كانت جاية تزور البوي فريند تبعها إنجليزي الدور العاشر. القصة الثانية واحد روسي كمان، يقال إنه طلع تغدى عند الجماعة هدول وطلع على الدور العاشر وزت حاله، ويقال إنه لا حدا زته، ما بعرف. الحادث الثالث اللي صار الرابع قبل ما اجيت أنا، اللي هو المصري كمان انتحار حدا زته كمان ما بعرف. واحد ستيت ايجنت بالاول ما بنوا البنايه كمان انتحر. هاي فسن شانيك سموها برج الموت، وانا صرت بخاف منها الحقيقه. العماره اللي هي فيها دي بتاعت المخابرات. علي شفيق بات منها. والتاني وصف تربى منها، وسعاد حسني دي طريقتها. هي العماره الاشهر يا جماعه في بريطانيا التي قتل فيها مصريون لم يكن النظام ايا كان نوعه بقى يرضى عنهم. عماره شهيره وقصتها شهيره جدا 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 هذه العماره. صح. فبتتخيلي انه هو ممكن يكون ليه دور كبير في مقتل سعاد حسني. هو اللي قتلها. انت على يقين؟ انا متاكده. مش على يقين، لان قبلها بيومين كلمتني قالت لي انا نازله مصر. ما كانش في حاجه خلاص، كانت هتنزل مصر. قبل ما تنزل مصر قتلوها. ما خفتيش من تاريخ العمارة ولا شفتي الموضوع؟ لا، المؤمن مش بيخاف، قلبك قوي بربنا. إلى اسكتلاند يارد البوليس الإنجليزي. إذا كانت سعاد حسني سقطت ولم تقتل بعد تحرياتك، فمن قتل علي شفيق مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر؟ ومن قتل الليثي نصيف رئيس الحرس الجمهوري للرئيس الراحل أنور السادات؟ ومن قتل أشرف مروان؟ وللمصريين بقول لكم بلاش تسافروا لندن، ولو سافرتوا لندن اوعوا احترسوا تسكنوا في الأدوار العلوية، بلاش تسكنوا في عمارات عالية، الزموا الأدوار الأرضية وإلا حتنضموا لرصيد الضحايا اللي احنا قلناهم. وخلال ذلك باحت لها بالعديد من الأسرار الخطيرة. وكان في أسرار تتعلق بحاجات بينكم؟ في اسرار كتير قوي بين. زي ايه؟ لا اسرار، الاسرار البرايفت بتاعتها مش في بني ادم هيعرف. هتموت معايا. قلتي ان سر سعاد حسني هيموت جنبها. لا انا مش قصدي، مش لا 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 اي didnt say that. امال قلتي لا ايه؟ لا امال قلتي ايه؟ انا مش قلت كده. نو نو نو، انا قلت اسرار سعاد حسني هتموت معايا. ما هو ده اللي مخلي الصوره مشوشه وغير واضحه عند الناس، وخلي الناس تتهمك حتى رغم ان القضاء برأيك لان الناس ما زالت تتهمك. الاسرار دي مش لها دعوه ولا بموتها ولا بحياتها، انا وهي. يمكن لو كنت قلتي سر من اسرار سعاد حسني كان ممكن يوفر عليكي كل الشبهات اللي لحد دلوقتي بتحوم حواليك. لو اتعدمت not one secret من اسرار عدلة، ولا سر ولا وعي. طبعا لما نفكر فيما تكون الاسرار التي لدى سعاد حسني، اذا كانت اسرار علاقتها بالرجال فهذا امر معروف وليس سري، لانها كانت عامله المخابرات وبتذهب للرجال بتكليف من
المخابرات. إذا كانت الأسرار نواحي مالية أنها فقيرة أو بتستلف فلوس فهذا أمر معروف. إذن لم يبقى أمامنا أن الأسرار التي باحت بها سعاد حسني لنادية يسري هي أسرار تخص المخابرات المصرية ونشاطها عن الرؤساء، عن المسؤولين، عن الدبلوماسيين وما إلى ذلك. معروف أن هي كانت بتشتغل مع المخابرات أيوة المصرية وده منشور. لكن كل منشور معروف الناس تقتل ليه أو اللي انت قلت أنهم قتلوها يقتلوها ليه ما ده معروف، معروف علاقتهم بيها. إيه كانت هتقول حاجة مش معروف. البنت دي كانت بتحبيني لدرجة ان انا يعني عاملاني انا الصدر الحنين لها. فلما سيطروا عليها وهي عارفة بيني وبينها اسرار ان هو صفوة الشريف اللي صورها واللي عمل كده وصلاح نصر وجندوها كده بقت تشتكي لي. المهم بعد كده هوت البنت اللي غلبانة ديت قالت طب انا هكتب مذكراتي. قال لها مش هتقدري. قالت طب ما لاجيب فلوس منين؟ انا عايزة اتعالج. المهم في واحد من العرب قال لها انا هشتريها منك المذكرات دي، المذكرات دي وادالها قرشين بقت تصرف على نفسها في لندن لان المعيشه غاليه قوي ما بتحبش تشحت من حد. فقالت ابيع مذكراتي. قلت لها بكلمتني من لندن قلت لها يا سعاد ما تكتبيش مذكراتك احسن يقتلوكي. قالت لي طب ما انت كتبتي مذكراتك ومحدش قرب لي. قلت لها انا مش مجنده ما بشتغلش في المخابرات لكن انت عندك اسرار مش عندي. قالت لي لا انا لازم عشان اقدر اعيش وبتاع. كتابه المذكرات قد تهز اركان النظام اللي كان موجود قبل كده وانه من الواجب واللازم من حسب وجهه نظر النظام القديم والعهد البائد ده انه يتم التخلص من المذكرات دي ومن اللي ممكن يتكلم ومن اللي ممكن يفضحه. ثم شرعت مندوبه المخابرات سعاد حسني في تسجيل مذكراتها. هقول لك اخر مكالمه، اخر مكالمه اللي هي قبل ما تموت ب 48 ساعه. قالت لي انت عارف انا بقيت كم كيلو؟ انا بقيت 75 كيلو. عشان قلت لها اوعي يا سعاد فرمي لي الحكايه دي. قالت لي ما انا بعمل ده عشان هي ما كانش عندها اكل. قلت لها تعمل في البي بي سي تقول اشعار بصراحة جايين وبتاع وتقبض. سعاد كانت بتسجل كل اغاني صلاح جاهين وتروح تعملها في البي بي سي. سعاد ابدا ما كانش تشكي بالكلام. بس احيانا كانت تغيب عن الاستوديو مثلا 10 دقائق ربع ساعه فاقلق اخرج ادور عليها فالاقيها واقفه قدام كرسي وبتكز على اسنانها يمكن علشان الالم اللي في ظهرها. اقول لها مالك يا سعاد؟ تقول لي معلش لا هيروح دلوقتي مفيش مشكله. وبعدين تمشي تفضل واخده الصاله دي رايحه جايه رايحه جايه 10 15 مره وبعد شويه تيجي تقول خلاص بقيت كويسه يلا نسجل. ها كلمتني بالتليفون قالت لي انا هكتب مذكراتي عشان ما عنديش فلوس. قلت لها يا سعاد ما تكتبيش مذكراتك. قالت لي طب ما انت كتبتيها. قلت لها انا مش مجنده مش ماضي عادي بس انت مجنده وعندك اسرار خطيره جدا ما تكتبيش مذكراتك هيقتلوكي. والمجنده لو طلعت اسرار المخابرات تتقتل يا تتقتل. جابت واحد صحفي كان هناك قال لها انا هي ما بتعرفش تكتب سجلي الشرايط وانا اخدها اكتبها. اشتغل في مركز كبير رقوه بعد ما فتن عليها باعها. فكلم صفوة الشريف قال له كذا 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 ودي حاجه خطيره جدا. قال له طب امشي معاها للاخر. مشي معاها للاخر وخد كلمتني هي بقى من لندن. قالت انا بكتب مذكرات. قلت لها يا سعاد هيقتلوكي ارجوك يا سعاد ما تعمليش كده. المهم وصلها لصفة الشريف المذكرات في شرايط كاسيت. انت بتقولي هون اغتلوها بسبب شرائط اعترفت فيها بإقامة علاقات آثمة مع كبار المسؤولين من الدولة بالوثائق. وهي راحت من هبلها قالت بتروي قصة حياتها على كاسيت مع الأخ عبد اللطيف المناوي أخو الأخ رايف روف المناوي بتاع العصابة عمرو عصابة. عشان قلت لها اوعي يا سعاد فرمي لي الحكاية دي. قلت ما انا بعمل ده عشان هي ما كانش عندها اكل. قلت لها تعمل في البي بي سي تقول اشعار بصراحه جايين وبتاع وتقبض. بعد ذلك ذهبت سعاد حسني الى مصحه تتعالج فيها خارج لندن ثم عادت الى شقه صديقتها قبل مصرعها ب 30 ساعه. سافوي انتربرايز لشركه لتاجير السيارات الملاكي وسيارات الكبرى. هي اتصلت يوم الثلاث بالليل الساعة 10 مساء وحجزت عربية يوم الأربعة الساعتين ونص عشان ترجعها من المصحة
وتاخد الشنط بتاعتها من المصحة الاستيوى الطور. حضرتك حجزت سيارة لسعاد حسني خدتوها من المصحة دي الساعة 2:30 24 جون. مظبوط. الى ستيوارت تاور. ستيوارت تاور مظبوط. اثناء الرحله كان في اي كلام اي نقاش اي حاجه ولا لا؟ مش ما فيش نقاش كتير بس الحمد لله على السلامه مدام سعاد وبس مش حاجه. والان وصلنا الى الساعه 9 قبل مقتل سعاد حسني بدقائق بسيطه. بجوار جثمان سعاد حسني ليله الخميس 21 يونيو عام 2001. ثم حدثت مشاجرة. فالمعلومات تؤكد وجود أقوال لعدد من سكان البرج الذي سقطت منه سعاد حسني، مفادها أن أصوات شجار سمعت في الشقة التي كانت تقيم بها سعاد، وهو ما جعل أحد السكان يستدعي الشرطة التي حضرت في زمن قياسي عقب سقوط سعاد ميتة. لأن أنا كنت من أوائل الكاميرات أو تقريبا الكاميرا الوحيدة وصورت حتى الجثمان نفسه قبل ما يصل للقاهرة، يعني انه بالفعل كان في شابين بينتموا لجنسيات عربية بس انا مش متذكر الدول بتاعتهم، مفتكر كان فيهم شخص اردني على ما اتذكر. هم رفضوا يسجلوا معايا، قالوا لي انهم سمعوا اصوات ما يشبه الاستغاثة او اصوات خناقة في الشقة قبل هي ما تموت. الساعة 9 والدقيقة 6 من مساء الخميس 21 جالنا شكوى من أحد السكان في ستيوارت تاور إن فيه ضجة وضوضاء من الدور 6. جيرانهم البرتغاليين بس أنا ما بعرفهم، إنه سمعوا صريخ وسمعوا خناقة فاتصلوا في البوليس وقالوا لهم في دوشة من الدور 6. أنا بتهيألي كان في خناقة في الشقة، وفي الخناقة دهيا هي اتزقت وقعت اتخبطت على حافة ترابيزة زي دي مثلا. ثم توفيت عقب هذه المشاجرة. من خلال العشر أيام اللي أنا عاصرت نادية يسري في التسجيلات اللي أنا عملتها عندها، أنا لا أنسى أبدا أنها قالت لي حبيبة قلبي ماتت قدام عيني على الكنبة دي. فلما جيت أنا قلت لها أنت امبارح قلتي لي أنها ماتت قدام عينك على الكنبة دي، قالت أنا قلت كده لا أنا كنت مرتبكة I'm sorry وتروح رطنا بالإنجليزي. قالت لك ماتت؟ دي ماتت في حضني على الكنبة دي. يعني أنا كنت قاعد أنا ووالدي ساعتها، وأنا كنت قاعد على كنبة وبسألها بقول لها دي البلكونة اللي وقعت منها؟ قالت لي لا. قلت لها طب ممكن أشوفها أطلع البلكونة؟ لا. فقلت لها طيب يعني هي مال وقعت منين؟ مش هي دي البلكونة؟ قالت لي لا دي ميتة في حضني على الكنبة اللي انت قاعد عليها دي، يعني ما فيهاش اي اصابات ما فيهاش اي حاجة، قالت زي الوردة ما فيهاش حاجة خالص. مين اللي قال ان انا انا قلت مات في حضني؟ مين اللي قال؟ انا سعاد مش مات في حضني، ماتت في الارض تحت وفي الجارج وانا نزلت جاري. ثم سقطت من البلكونة. في الدقيقة في الساعة 9 والدقيقة 15 جات لنا إخبارية للشرطة تاني سكوتلاند يارد إن في حد وقع من الدور 6 في عمارة ستيوارت تاور. وصلهم خبر شكوى للبوليس إن في ضوضاء وضجيج ناتج من الدور 6 في بناية ستيوارت تاور بميدافيل. وجالهم خبر تاني في الساعة 9 والدقيقة 15 بيقول لهم إن في حد وقع من الدور 6 في بناية ستيوارت تاور. الخبر الثالث في الدقيقة 9 في الساعة 9 والدقيقة 35 تم اختار سكوتلاند يارد بواسطة الإسعاف والبوليس في منطقة ميدافيل بأن هناك سيدة وقعت من الدور 6 في بناء ستيوارت تاور وأعلن وفاتها رسميا. رجال الإسعاف أعلنوا في الدقيقة 9 في الساعة 9 والدقيقة 36 بالوفاة. البوليس ما رضيش يقول لي أكتر من كده خالص إطلاق. ابني شاف الجثة في الأول أحمد لما صرخ شفنا جثة راجل، كل نحسب انها راجل ترك سود ازرق وهيك ملفينا، ما عرفناش من اي بلكونه نزلت طبعا، ولا احد يعني ولا في احد بيطل ولا شيء، يعني ما شفنا شيء. نزلت انا على طول دغري انا رحت للبوليس طبعا، والحكايه ابتدت بعدين في البيت وبالتليفون للبوليس والحاجات دي، واحمد صار يصرخ وقلنا ده راجل، يعني احنا ما صدقناش في الاول، يعني ما صدقناش انه في جريء في بنادم من نازل
يعني البارح جدة وسمعنا الصرخة اللي نزلت، يعني ما تحسيش بها انت، تقول لي الله يستر الزلزال، ارض زلزلات وما استحملتهاش، صرخت الارض. انا ما قدرش نقول لك هذا الشكل من الدور الثالث، هذا الشباك اللي انت بتشوف فيه، هذه البلكونه. بعدين هذه عرفنا ان هذه البلكونه الدور الثالث، كيفاش الخيط هذا الشبك المحطوط؟ لما نقول لي البوليس اجا، جه البوليس والاسعاف على طول. ستريت اواي. انا هقول لك يا عم سمير على حاجه انا شايفها بعيني. السيده جمانه مراد وقفت، فضلت واقفه جنب جثمان مع السيده ايمان لحد الجماعه بتوع الكورنر ما جم شالوا الجثمان. مين جمانه مراد؟ الفنانه جمانه مراد الممثله دلوقتي. ما كانتش طبعا، ما كانتش لسه معروفه، ولا ما كانتش اتحطت في الفاترينا المصريه فانتشرت في العالم العربي. يعني جمانه لسه مراد كانت لسه محدوده في الاطار السوري، في بلدها في سوريا كانت. وهي بتنكر انكار تام انها حاضره الحكايه دي. جمانه كانت موجوده، كانت حاضره معانا اليوم ده. هي كانت بتنكر ليه جمانه؟ ما انا مش عارف ايه مبرراتها الحقيقه. انا بقول جمانه موجوده، يعني هي تكذبني وانا اجيب لها شهود انها موجوده. البورتر اللي موجود بره عنده مونيتور بيشوف المنطقه كلها. انا ما اعرفش ابص على حد ميت، انا رقبت الحكايه كلها من المونيتور بتاع الراجل وبصيت من بعيد. انا عارف سعاد بقى شكلها عامل ازاي، يعني لو انا قربت كنت عرفت ان دي سعاد. ما كنتش تعرف انها سعاد حسني طول. مش ممكن حد يعرف، مراتي واقفه بص عليها والسيده ايمان بص عليها وجمانه مراد بص عليها ومش قادرين يتعرفوا على ده. احمد باصص عليها. وفي سيده اسمها ام علي، اعتقد حضرتك الفلسطينيه اللي ساكنه في ستيوارت تاور فوق، واقفه. قلت للجيران؟ لا، قلت للبوليس. للبوليس ما تجيبوش سيره هي ايه، عشان دي ست مشهوره بالظبط. عشان مش كنت عايز حد يعرف ان هي. فضل البادي دار وانا جنبه لغايه ارام 12 وحاف كده. فضلتوا قاعدين من 9 ونص ل 12؟ وانا قاعده جنبه والبوليس معاكم. انا كان عندي دكتور جاي يزورنا وخارجين رايحين يوميها. دكتور محمد الوحش. ايوه، كان جاي واخد ابويا واخدني ورايحين في زياره اجتماعيه لناس اصدقائنا. انا محمد الوحش لاحظ ملاحظه غريبه جدا، ان مفيش دم نازل من البق ولا من المناخير. بعد اذنك. ولا من الودن. هو ما عينش تبص. هو بص لاحظ ايه؟ مفيش دم. ولما عرف ان دي سعاد حسني بعد كده كنا احنا، قال لي ازاي واحده واقعه من دور السابع اللي ما تنزلش من اي مكان؟ دم او كسر او دم. مفيش. الراجل قال لي مفيش دم خالص. يعني حضرتك قلت الكلام ده؟ انا قلت الدوره الدمويه توقفت فوق، يبقى هي زي ما الست قالت لي حبيبه قلبي ماتت قدام عيني هنا بتشاور على الكنبه. على الكنبه. على الكنبه. ان الشخص ده نفرض انه ضرب فوق وبعد كده أسقط، هتلاقي الإصابات غير حيوية بتاعت نتيجة السقوط، عشان ما فيش دورة دموية. ولا كان في أي بلاط حتى. أنا it was very weird، يعني إنه حد يقع من 6 فلور من غير drop of blood، يعني حتى ما فيش دم خالص. سكوتلاند يارد إيجو سألتهم، طب يعني is weird not مش نحن نلاقي بلاط خالص؟ يعني قالوا لي weird but not unusual. يعني غريب لكن مش معتاد، يعني انه ممكن يحصل ده. يعني تغسيل الجسد والى اخره حضرتي حضرتك؟ انا اللي قمت بيه. هو في طبعا كدمات شديده جدا. كدمات شديده جدا في الظهر. هنا نفاجأ ان البوليس البريطاني رفض التحفظ على المشتبه بها في الحادث وهي ناديه يسري. طبعا انا عرفت خبر الموت. فقالت لي انا عايزاك حالا. فانا كنت من اول الناس اللي موجودين اللي دخلوا الشقه، ويمكن اول ناس واخر ناس. الوحيد هو وجويس اللي دخل. يعني ما فيش حد دخل الشقه ديت الا انا. وبعدين في ناس تانيين علشان خاطر الانترفيوهات والمقابلات التلفزيونيه، ده شيء تاني. فالمهم انا جيت. انا اول ما فيش، هي صاحبتي رمت روحها من فوق لانها مكتئبه. فصدقوني، ما تنساش ان انا بريتش سبجكت، جنسيه بريطانيه، فما فيش تحقيق. لما قلت للسفاره ليه ما طلبتوش من سكوتلاند يارد انه يروح الشقه وياخد بصمات زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الكرسي والترابيزه ورفع البصمات كان سيكشف لنا عن الاشخاص الذين تواجدوا في الشقه وفي البلكونه عند سقوط او اسقاط سعاد حسني منها. ان مفتش لويس يمثل امام المحكمه، فانا اساله اقول له يبقى في بصمات، كان في كراسي وترابيزه على في البلكونه،
فانا كنت بطلب منه البصمات اللي على الحاجات. رد هو قال ما رفعتش بصمات. ثم اغرب من كده انه البوليس ما عينش البصمات. حكايه ترابيزه وكرسيين. الترابيزه وكرسيين لو هو شاف بصمات رجلين على الترابيزه او على الكرسي تبقى سقطت. لكن لما ما يلاقيش بصمات تبقى اسقطت. يعني الحكايه ما هيش مش عايزه مش فنيه قوي. حاجه تانية انت شفت الترابيزه اللي دارت عليها؟ الترابيزه اللي وكرسي. هل سعاد بحجمها الترابيزه تستحملها؟ لا. طيب انه ببساطه كرسيين وترابيزه. لو كانت رجليها على كرسي وعلى الترابيزه تبقى نطت. ما كانتش رجليها على كرسي ولا على ترابيزه تبقى اتحدف. الموضوع بسيط جدا. عندنا هنا لما حد بيسرق عجله بيعملوا عينه ورفع البصمات. كما ان البوليس البريطاني رفض التحفظ على مسرح الجريمه اللي هي الشقة، وترك المشتبه بها تلعب في الشقة زي ما هي عاوزه. قلعت الساعه وقلعت الشين اللي عمرها ما بتقلعهم، وحطت كي بتاعت الشقه في المفاتيح. يعني مش ممكن يتواز بلاند، يعني ما بالعقل كده لوجيكالي كده. وبعدين حضرتك رحتي معاهم بقى مع البوليس ولا حصل ايه؟ مش رحت ولا حاجه. البوليس فيري اندرستاندينج يعني، وكانوا عايزين ياخدوني عند اني فريند يعني، فانا رفضت. قعدتي لوحدك؟ الليله دي قعدت لوحدي بس انا مش نمت. كما ان التحقيقات العاديه في مثل هذه الحوادث تشمل فحص اتصالات الضحيه، من كان يتصل به وكان على خلافات بمن، وما هو عمله السابق او عملها السابق في المخابرات المصريه، ويتحفظون على هاتفها ويشوفوا من اتصل ومن لم يتصل بها. وانا موجود قدمت الموبايل الخاص بالمرحومه سعاد اللي كان جاي معاها في الحقائب واللي اتسلم لها، اللي اتمسحت المكالمات من عليه تاني يوم الحادث. حضرتك مسحت كل المكالمات التليفونيه؟ ولا اعرف، كنت ده قاعد يرن وعديد ان هو اعمل ايه في اسكته ازاي، لانه كان بيرن. ففي الاخر لما اجى واحد بعرفه فقلت له بليز سويتش اوف، يعني لانه خلاص اتجننت يعني. وتليفون ايه اللي بيرن كتير وهو معروف انه عبد الصمد وهشام العسوي قلة من الناس اللي بيكلموها او اللي عارفين الرقم اللي بيتغير كتير بالظبط. واخد بالك ايه؟ فين التليفون؟ تشيل المكالمات. كنت بقول له الموبايل ده فحصته ولا لا؟ فقال الموبايل ما جالناش. اللي انا سلمته وارسل الى نيابه السناء في القاهره وارسل محرزا الى محكمه في لندن، وده شيء غريب واغرب برضه. اهلا وسهلا، انا زوزو كونوز، ولو سمحتوا سجلوا لي المكالمه واول ما هسمعها هرد على طول. مع الف سلامه. وفعلا انا جربت هذه النمره لقيت الرساله موجوده. ده الكلام ده كان يوم الجمعه، وظلت يوم السبت، وظلت يوم الاحد. وفي هنا سؤال بيطرح نفسه، وكتير من الناس بيقولوا الله ازاي البوليس التليفون ده موجود فين دلوقتي؟ مع البوليس ولا في شقه ناديه يسري ولا فين؟ لان المفروض ان امتعاتها الشخصيه يتم جردها فورا في اليوم الذي حدثت فيه الوفاه، سواء بمعرفه القنصليه او معرفه البوليس ومعرفه التاني. وفي ناس تاني بيقولوا الله ده لما توفى العقيد علي اللي كان مدير مكتب المشير هنا في لندن، كان اي واحد بيتصل بيه بالتليفون البوليس اسكتلندير تاني يوم بيروح يجيبوه ويقولوا له انت كنت بتطلبه ليه؟ انا طب اشمعنى ما حدش اتصل؟ يعني انا نفسي اتصلت 3 مرات. في تقاعس شديد وصل لحد اهمال جسيم، الى حد رفض غريب جدا ان هو ما يعمله الاجراءات الطبيعيه المعتاده اللي انا بقولها اهو. ما انا بقولها ليه؟ يعني ليه؟ ما ده السؤال. يعني هل النهارده فعلا كان في حد يعني سلطات اعلى حضيف انا بقى قايل لهم يعني اقفلوا على الموضوع حضرتك ده؟ حضرتك انا هضيف للموضوع واقول ان كان في سلطات. انا مش همشي في تخيل. حضرتك بتتكلم بفاكت باساس الدلائل. همشي البوليس على غير العاده بياخد اجراءات من الطبيعي ياخدها؟ ما خدهاش. مظبوط. طيب هو بيقول ما حصلش تحقيق مظبوط من اسكتلند يارد. انا بقول له على فكره التحقيق المظبوط ده ما حصلش في كل المصريين اللي معروفين اللي اتقتلوا في لندن. اجيبهم لك واحد واحد ولا انت فاكرهم؟ لا اعرف كلهم. ولا واحد اتعمل له في نفس العماره. اتفضل يا استاذ عاصم. اذا هنا يبدو اللي رايح العماره دي يروح على المطار يقول انا رايح العماره، ياخد ظابط ويطلع ينط من على البلكونه عشان يريح. لا يعني هي بقت صعبه في العماره دي، بقت قصه. وهنا نكتشف ان البوليس البريطاني هو مخترق من قبل الماسونيه. مرحبا بك في مقر الماسونية. هذا المبنى يؤوي المحفل الكبير لفرع الماسونية في إنجلترا، وهو السلطة الحاكمة للماسونية في كل المملكة المتحدة.
عندما أنضم ما عساني أن أتوقع اعتناق ديانة طائفة أو الالتحاق بناد اجتماعي. بالتأكيد لا، صحيح أننا نتوقع من أعضائنا أن يكونوا مؤمنين بقوة عليا، لكننا نقبل أناسا من جميع المعتقدات والديانات ومن كل الطبقات والخلفيات الاجتماعية. في السبعينيات أمر وزير الداخلية البريطاني أنذاك جاك سترو بوجوب إشهار الماسونيين العاملين في أجهزة الأمن والقضاء بعضويتهم عقب نشر تقارير عن ممارسات وصفت بالغامضة مثل المصافحات وحك الظهر كوسيلة للتعارف والتواصل بين الماسونيين. كان يقوم بها البعض ممن يعمل في هذين القطاعين، لكن بعد فترة وتحت ضغوط عدل الوزير عن قراره. أنا من بي بي سي عربي، وبالتالي جمهورنا عربي، وبدون شك يريدون معرفة إذا كان من بين أعضائكم زعماء عرب. شخصيا لست على علم بأي زعيم عربي عضو في المحفل الماسوني هذا، لكن لدينا محافل أخرى في لندن تضم أعضاء تجمعهم عوامل مشتركة مثل المحفل الباكستاني، ولا أدري إن كان يوجد محفل عربي، لكنني لا أستبعد ذلك. قد لا يوجد زعماء عرب أعضاء في محفل لندن، لكن يوجد عرب. مثلا هذه الكراسي الثلاث اللي هي شبيهة بالعرش، الكرسي الأوسط يجلس عليه رئيس المحفل الأكبر البريطاني، عادة هو من العائلة المالكي، واليوم هو ديوك أوف كنت. لنعود لك إدواردو، ما الذي جلبك إلى الماسونية؟ أنا عن نفسي قررت الانتماء لأسمع من ناس أصحاب فكر. بل إن هناك أمر مهم جدا، وهو متى وصلت نادية يسري إلى الشقة محل الحادث؟ كلنا عارفين إن سعاد حسني ماتت، أو مش ماتت يعني وقعت من البلكونة الساعة 9:10 بالليل، وكلنا عارفين إن نادية يسري وصلت للجراج اللي هو تحت العمارة الساعة 9:10 بالليل. كلنا عارفين عن طريق مين؟ عن طريق نادية يسري، هي اللي قالت لنا هذا الكلام، مفيش حد تاني أثبت غير كده. طب افرض نادية يسري وصلت 9:05، افرض نادية يسري وصلت الساعة 9، لو نادية يسري وصلت الساعة 9 وسعاد حسني وقعت الساعة 9:10، يبقى نادية يسري كانت موجودة في الشقة، وكان يمكن معرفة موعد وصولها من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع. وكل سؤال طرحناه جوه المحكمة في الجلستين المعلنتين هناك مفيش أي سؤال تجاوب عليها. زي إيه؟ إيه الأسئلة اللي طرحتها؟ التضارب الأقوال بتاعت نادية يسري، الكاميرا اللي صورتها وهي طالعة وهي نازلة، في كاميرات المفروض في داخل العمارة، اللي خرجت من يعني من المنزل الساعة كام، لأن احنا عرفنا أنها يوم الحادث خرجت الصبح ورجعت الساعة 3 من شهود هناك. من ضمن الحاجات اللي انا قلت لها انت بتقولي انا رجعت من بره، انا خرجت ورجعت الساعه 9 بالليل، خرجتي ليه؟ قالت علشان خاطر انا رايحه ادرس كمبيوتر. تدرسي كمبيوتر وانت ما عندكيش كمبيوتر في البيت؟ تقولي معلش هبقى اشتري كمبيوتر. بل ان الشرائط التي سجلتها سعاد حسني عن مذكراتها اختفت تماما. طب والاستاذ عبد اللطيف المناوي، ما هو الراجل كان بيكتب لها مذكراتها، ايه المشكله يعني؟ طب فين هو عبد اللطيف المناوي؟ انا عايزه. يا أستاذ عبد اللطيف المناوي، أنا مشفتكش. أنت سعاد سجلت معاك 3:30، ممكن تقول لنا أو تقول لنا ما راحوا فين؟ هي لغاية 3:30 قلت لها فرمين الحكاية دي هيقتلوك عندك. يعني أنت شايف إنها اتقتلت نتيجة إنها قالت أسرار في المذكرات؟ هتقول أو هتقول. في ناس قالت إن هي كانت كاتبة مذكرات، والمذكرات دي بتتناول ناس ومصلحتهم انه ما يتقالش ده، فتخلصوا منها، بعتوا حد يتخلص منها، ضربها على راسها، قتلها، ثم قذف بها من النافذه. ده رايي. ايش ممكن ده يكون حصل؟ ونجد ان ادعاء الانتحار لم يقل به احد سوى شاهده واحده، اللي هي صاحبه المنزل المقيمه فيه سعاد حسني. استرجع تاني حضرتك، رجعت حوالي 9 وكذا، فشفتيها في الشباك، كنت حضرتك جايه على بال بقى ما طلعتي فوق كان حصل اللي حصل. وبالتالي انت تؤيدي ما يعني توصلت اليه الشرطه البريطانيه من ان هي عمليه انتحار؟ اكيد، من مليون بيرسنت طبعا سعاد انتحرت، مش في اي بني ادم لاي ايد في موت سعاد. وهنا نكتشف ان هذه الشاهده شاهد ما شافش حاجه، بدليل أننا لو سألناها هل شاهدت سعاد حسني وهي تلقي نفسها من البلكونة
ستجيب لا. لماذا؟ هتقول لأنني كنت خارج الشقة، كنت طالعة في الأسانسير أو في الشارع أو أركن السيارة، فهي لم تكن موجودة في الشقة لحظة إسقاط أو سقوط سعاد حسني. كان إحساسي في الوقت ده حتى حديثك والقرار إن هي انتحرت بدون أسباب، مش حاطط أسباب الانتحار طبعًا. وده طبعا في قصور بالنسبة للقرار ذاته، يعني محل تعليق مننا إن هذا الموضوع كان مفروض إن القاضي يقول القضية لم تحسم بعد، لأن كلمة إن هي انتحرت معناها إن هو عنده أدلة لانتحارها. هو لم يبين هذه الأدلة إطلاقا، ما فيش حد طلع دليل واحد إن هي انتحرت، ما فيش ورقة كانت مكتوب، ما فيش دليل إطلاقا إن هذه السيدة انتحرت. وأنا في نفس الوقت بقول إن ما فيش دليل برضو إن هي قتلت، ولا في دليل إن هي وقعت غصب عنها، لأن هي حاجة من أربعة. القاضي كان لازم يحكم بحاجة من الأربعة، نمرة واحد قتل، وإذا كان القتل يحصل يما يحصل في البيت وتترمى جثة، أو إن هي ترمت وهي صحية، أو إن هي حصلت هي واقفة بتلعب في حاجة وقعت من البلكونة أو من الشباك، وهي وقعت من البلكونة مش من الشباك، من البلكونة. تالت حاجة إن هي انتحرت. إذا ما عرفش يوصل لأي حاجة من التلاتة دول، لازم إن هو يقول إن القضية لم تحسم بعد. ابتدى القاضي، والقاضي ده كان طبيب شرعي اللي هو رئيس المحكمة، يقول إحنا بقى في آخر جلسة صرفنا وقت قد كذا وصرفنا فلوس قد كذا على المحاكمة دي، وانه من الواجب دلوقتي ان احنا ننهي المحاكمة. انا ما شفتش كده، وانه من الواجب ان احنا ننهي المحاكمة. قال انها انتحرت. ولا يمكننا الوثوق بادعاءات نادية يسري لانها شخصية تكذب، من ذلك انها كذبت في تحديد موعد عودة سعاد حسني لشقتها قبل الحادث، فقالت انها عادت من المصحة لشقتها قبل الحادث بثلاثة ايام. اما الحقيقة فانها عادت قبل الحادث بيوم واحد، يعني عادت يوم الأربع، وقتلوها أو أسقطوها أو سقطت من البلكونة يوم الخميس في اليوم التالي مباشرة. سعاد خرجت يوم الاثنين 18 يونيو. 18 يونيو من المصح. عليك هنا علينا على طول. وفي الجلسة دي القاضي شكك في كلام نادي، يعني حتى هو لدرجة إن هو قال لها حاجة زي إن أنت شاهدة غير لا أمر لا يبل يعني لا يعتد بها أو لا يعتمد عليها والمعنى ده طبعا أنت عارف الكلمة دي معناها إن أنت يعني شاهدة مش ريلايبل، يعني أنا مش قادر أجيب لك كلمة ريلايبل يعني إيه، أما هي ريلايبل يعني غير 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 لا غير أمينة لا يعتمد عليها لا يعتمد عليها. نعم خلاص خليها إن هي لا يعتمد عليها. فإن أقوالك ممكن أنا مش نو أم سوري أنا كل المستيك اللي أنا عملته الغلطة اللي هو قلت the teens better the twenties دي بس ال only contradiction اللي حصلت بس تضارب كان في التاريخ إمتى جات لك البيت هي دي إنما otherwise بقى من A to Z بقى ما كانش في حاجة غلط خالص ولغاية ما أموت. فضلا عن إن المنطق يكذب رواياتها للأحداث، بمعنى إن سعاد حسني واقفة في الدور السادس وفقا لرواياتها وفيه شبكة اللي بتمنع الحمام من دخول البلكونة، فبالتالي اللي موجود في الشارع لا يستطيع أن يرى ما خلف الشبكة لأنه خلف الشبكة بيكون مظلم، فلا الشارع لا يستطيع أن يرى ما خلف الشبكة لأن الإضاءة خلف الشبكة أقل من الإضاءة خارج الشبكة. كانت فيه صور لما كان الحادثة البوليس التقطها، فهو شالوا السلك والسلك محطوط على الكرسي. موضوع السلك ده اللي اتاخد لجوه مش لتحت وتقص ده بالطريقه دي موضوع غريب. قعدنا نقول لهم السلك الشبكي ده اتقص ازاي ولا الاله اللي اتقص بيها الشيء ده لا هي جوه ولا بره برضه مفيش خالص ولا البوليس لا حاجه خالص. الشبكه دي عشان تتقص يعني ده في وقت تفكير ان انا اقص واشيل واعمل. انا في رايي انها شي واز بلانينج لانه قلعت كمان الساعه يعني مش ممكن ات واز بلاند يعني ما بالعقل كده لوجيكالي كده مش هيخطط بقى يخطط ده في حاجات تانية يعني انما مش هينفع كده. فضلا عن ان قولها بانه سعاد حسني قفلت البلكونه من الخارج بحيث انه من في الشقه لا يستطيع أن يعبر للبلكونة أو يخرج البلكونة لأن باب البلكونة من ناحية البلكونة فيه كرسي وترابيزة وراه فما تعرفش تخش، هي كاذبة في ذلك بدليل أن هي اعترفت أن هي دخلت البلكونة وأن الباب كان موارب حاجة بسيطة ثم خرجت وعادت، فمن يدرين أنها كانت في البلكونة
وضعت الكرسي والترابيزه والمنضده بهذا الشكل ثم خرجت مره اخرى. فلقيت التيبل اوريدي في البالكوني دي تيبل از اي قلت من شويه قلت انها كانت مفتوحه ومحطوطه في دلوقتي لقيتها بقى اسامبلد والباب بتاع البالكوني على جوه على الليفينج روم يدوبك يعني. فانا علشان فيري سليم ففضلت ازق في الكرسي، الكرسي كان بلوكين الدور ففضلت ازق لغايه ما دخلت البالكوني. لا انا شفت البلكونه بنفسي، ما انت عارفه وكان الكلام ده الجمعه لما جيت لك شفت الكلام ده كله. اي ثينك شفت الكرسي كمان كان لان انا didn't move it طيب بصيتي من البلكونه دخلت بقى البلكوني بقى فدخلت بصيت كده يعني دايما ابص على ربنا فلقيت الشيد انا عندي انا نات شبكه علشان الطيور ما تنزلش فلقيت الشيد بتاع هنا different than هنا مختلف يعني مقطوع في جزء مقطوع وده مش عارف انا مش ممكن اتخيل انه في مقطع جزء بس في الشيد متغير فبصيت كده طبعا مش عارف انا نزلت ازاي شفتيها بقى على الارض انا يعني انا من لغايه دلوقتي ولغايه ما اموت بعد 1000 سنه او 1 سكند ده كل ده بلاي باك وانا ام سافرين يعني هي استريحت سعد انا اللي ام سافرين فعلا. وعليه لو كانت هذه الشاهده صادقه لقالت انا كنت قادمه من الشارع وشاهدت سعاد حسني او ما شاهدتهاش ودخلت الشقه ثم اكتشفت بعد البحث انها ملقاه على الارض. ماذا حدث؟ لا اعرف. انتحرت، اسقطوها، قتلوها، ما اعرفش في ايه. في احتمال بينك وبين نفسك ناديه يسري وانت قاعده كده سعاد حسني اتقتلت وانا ما اعرفش. ابدا انت قلتي لي ما كانش عندك ولا 1% احتمال انها تنتحر. ممكن تكون اتقتلت وانت بريئه، انت ما تعرفيش. اذا لماذا تصر ناديه يسري على افتعال روايه وخيال انه سعاد حسني انتحرت؟ القاضي ده قال ان القضيه دي فيها شبهه جنائيه ويجب انها ترفع الى محكمه، كان اول المتهمين اللي هيتاخدوا يتحطوا في السجن هنا ناديه يسري، فكان من مصلحتها تنتهي القضيه عند هذا الامر. الجريمه كامله، يبقى الواحد بقى يروح يعمل ايه؟ اقتلها وتبان انتحار بدل ما افتح قضيه واتقتلت في الشارع وجريمه قتل. لا ده فيري يعني بريميتيف سكوتلاند يارد خالص السيناريو ده. كنت متهمه ولا شاهده في القضاء الانجليزي؟ ويتنس. شاهده. بس. وهنا يثور لغز كبير حول تصرفات ناديه يسري. الوضع الطبيعي ان صاحبتها اللي معاها وانتحرت او ماتت في الشقه او وقعت من البلكونه اي مكان، السلوك الطبيعي ناديه يسري امراه تعيش بمفردها في هذه الشقه ان هي تطلب من الحكومه البريطانيه المالكه لهذه الشقه، لان ياخد الشقه ضمان اجتماعي من الحكومه البريطانيه، ان هي تطلب تغييرها الى شقه اخرى، لان واحد انا النهارده عايش في شقه وصاحبي معايا ومات فيها ولا وقع من البلكونه ولا اتقتل ولا جراله اللي جراله، شيء طبيعي ان نفسيتي تتعب وان انا اروح اغير الشقه دي. الا انها تصر على البقاء فيها. وبعدين عملتي ايه بعد ما شالوا البوسمان ومشوا؟ تقولي طلعت قعدت في الشقه. قلت لها يا قلبك طلعتي قعدتي في الشقه اللي فيها قدرتي وانت لوحدك؟ قالت لي لا، كان معايا صديق. معاكي صديق؟ وعملت ايه؟ قعدنا سهرت والتليفون قاعد يرن، عشان كده رحت ماسحه كل النمر اللي عليه. قلت له طب ما تقفلي التليفون. طلعوا معاك الشقه بقى ولا ايه؟ طلعوا الشقه الاول لوحدهم وبعدين طلعت انا. حتى كانوا مش عايزين اقعد في الشقه لوحدي لانه مش كانوا خايفين ان انا اعمل حاجه في نفسي برضه. وبعدين تبلغي مصر تاني يوم الساعه 2 الظهر، ماتت 9 بالليل. يوم الجمعه الساعه 9 تكلمي، طب ما كلمتيش نجاة ليه؟ ما كلمتيش عز الدين حسني ليه؟ ما كلمتيش حد من ما بلغتش الصحافه ليه؟ اتفضل على سؤالك. المساله وهذا يدفعنا الى سؤال، من هي ناديه يسري؟ يعني الناس عايزه تعرف، يعني هناك من كان يقول انه ليس هذا هو مسرع لغز مسرع سعاد حسني وانما لغز ناديه يسري. يعني اذا كان هناك علامات استفهام عليك انا عايز اقول حاجه، هم مين هم اللي يعرفوني؟ ما انا لازم اكون لغز للناس كلها لانهم مش حد بيعرفني شخصيا يعني.
مين نادية يسري؟ I'm not a celebrity يعني مش حاجة معروفة عادية جدا. كله بقى حاول يبقى فريميسون عشان اللي حصل في حياتك. لا مش حاجة، انا عايزة اسأل مدام نادية بس حاجة واحدة. اسمك الحقيقي ايه يا مدام نادية؟ نادية يسري فؤاد. بص يا ستي، في موضوع نادية ما كانت مش ما اسمهاش نادية، غيرت اسمها وغيرت اسم والدها وديانتها. فين في العالم كل ان حد يقدر يغير اسمه؟ شد دوافع، شد دوافع، ويغير اسم الاب، شد دوافع الجهاز عشان تخرج من بره مصر. يا سلام، عشان ايه شغاله في الجهاز ده؟ قبل الجريمه عم تحكي؟ قبل الجريمه انا لو شغاله في مرتبطه بالجريمه الكلام ده؟ ايوه طبعا، انا لو شغاله في الجريمه على ان هي خرجت بالجهاز هو اللي خرجها من مصر. يا نهار ابيض، مين يقدر يغير اسم بني ادم وديانته اسمها اساسا صرف ناس؟ خليني هيدا موضوع، مش مسلم، هيدا موضوع اذا مش مرتبط، مش مرتبط، لا مرتبط، مش مرتبط حبيبتي ازاي؟ بس هيدا الموضوع عم تقولي ما له علاقه بالجريمه، ما له علاقه بالجريمه اللي انت عم تسميها. لا انت بتثبت ان هي شغاله مع الجهاز. هو ده الوحيد اللي يقدر. لا لا لا، انا لو شغاله، انا لو شغاله مع الجهاز ويغير دي. لو سمحتي، لو سمحتي مدام شنطه، لو سمحتي، لو سمحتي اسمها ايه واسم والدها ايه الحقيقي؟ بدك تخدمي قضيتك، بدك تخدمي قضيتك. خليني ارجع لعندك ست نادية، عم تحكي عن ضغوط وعم تحكي عن حاله ديبرشن مزمنه عم بتقولي. صح. ناديه يسري، ناديه يسري صديقتها؟ صديقتها، هي كانت مجنده دي كمان، جاسوسه. جاسوسه لمين؟ صفوة الشريف، مخابرات المصريه. احنا بقى ساكنين في الصور طبعا، حضرتك عارف فيها 168 شقه. ما صادفش واحنا قاعدين، احنا قاعدين الصيف كله، ان احنا شفنا سعاد داخله وخارجه راكبه الاسانسيرات. الست دي لاول مره في حياتي اعرف انها سيده مصريه، لانها لا تتحدث العربيه مع احد ولا تشاع انها مصريه. احنا فاكرين ان الست دي ست خواجايه، اولا هي بلوند وبتتكلم اكسنت انجليزي كما قلنا. ليه ناديه يسري؟ ليه ناديه يسري؟ محدش يعرفها في الارض، محدش يعرفها في الارض، بتاعها تعبان. انت ما تلاقي مصري انت ما تلاقي مصري في اي مكان في الغربه بتسلمي عليه. طبعا لو لقيتي مصري في الاندر جراوند طبعا انه مصري وبتتبسط وبتضحك. طبعا المصريين في الحقيقه اللي بينهم حضرتك بقى وقفت دلوقتي عند يعني دلوقتي بعد السنينات الطويله بره مش بتعامل مع مصريين خالص. مش في حد في لندن يعرف انه سعاد كانت عندي. لما نبحث في شخصيه ناديه يسري اللي هي بيدور حولها الاحداث كلها، نكتشف أنها كانت طفلة يتيمة. هم تعرفت على سعاد حسني في الستينات، وبعد ذلك سافرت إلى لندن وأقامت في أبراج ستيوارت تاور التي يقيم فيها ضباط المخابرات المصرية. ونكتشف أنهم يقيمون في شقق مملوكة للضمان الاجتماعي البريطاني، ملك الحكومة البريطانية، ويتقاضون إعانات من الحكومة البريطانية، إعانات الضمان الاجتماعي، ولا يعملون، يعني متفرغين والحكومة البريطانية بتصرف عليهم. البيت عبارة عن شقة، أوضة، صالة، دي غرفة النوم صغيرة جدا، دي أوضة النوم مظبوط، وأوضة نوم ومطبخ. يعني من 30 سنة من زمان لما تعرفتي على سعاد حسني وشغلتك عندها اللبيسة بتاعتك؟ أكيد أكيد. طبعا ده من اللي اتقال. اشتغلتي فعلا مساعدة لسعاد حسني؟ لا نيفر، هيلبر. القصة الحقيقية، احنا مش كنا بنسيب بعضينا خالص، يعني القصة الحقيقية هي صداقة. الصداقة ما كانش فيه شغل بينك وبينها ولو. اسأليها بتشتغل ايه حضرتك؟ طيب. مش بشتغل. لا بشتغل. كنت بتشتغل دلوقتي انت عندك 75 سنة ونص دلوقتي ونص. لو سمحتي بس لا معلش، بتشتغل ايه؟ يعني متهمتي على القتل، خليني اخد عدم الاحترام لو سمحتي. مش نادية كده، صرف ناس دي بتشتغل ايه؟ صرف ناس دي بتشتغل لو سمحتي إيه؟ لو سمحتي لو سمحتي مدام، لو سمحتي لا لو سمحتي الناس دي بتشتغل ايه؟ لو سمحتي مش عايزه خلاص. ضمانتي 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 اتفضلي ضمانتي اتفضلي لو سمحتي. هل ناديه يسري قتلت سعاد حسني؟ الاجابه لا. لماذا؟ لان القوه العضليه والجسمانيه لناديه يسري لا تمكنها من القاء سعاد حسني من البلكونه، انما هناك اخرين قاموا بهذه المهمه وقتلوا سعاد حسني ثم انسحبوا من الشقة، خرجوا وذهبوا إلى شقة أخرى آمنة مملوكة للمخابرات المصرية، مثلا شقة الليسي ناصف اللي قتل فيها الليسي ناصف، وكانت مملوكة للمخابرات المصرية كما قالت ابنته. وبعد ذلك ناديه يسري اتصلت بالبوليس البريطاني وقالت لهم صاحبتي انتحرت، ايه ألقت نفسها من البلكون. والبوليس البريطاني كوسة ومجاملة خد مجرد هذه العبارة كتكئة عشان يقفل القضية وكذلك القضاء البريطاني من بعد.
وكذا رفض البوليس البريطاني التحقيق في الجريمة. الجريمة لو انتحار كان البوليس البريطاني طلع حقه وخلص. بحكم عشتك في لندن، إيه اللي ممكن يخلي البوليس الإنجليزي يقفل القضية وهي فيها بعض الثغرات ويقبل بشهادتك بعد ما اتهمك بأنك شهادة غير كفء؟ هو البوليس مش أصل ما كله في البيبر، كله في الورق، كله موجود، كله في الورق. وبعدين ثلاثة سنين وهو الانكويست متفتح من 2001 التحقيقات لغاية 2003 من 2001 ل 2003 فمش ممكن يعني. وبعدين جاب بعت وقالوا في ايفيدنس في مصر ومش عارف ايه وبتاع. فلو كان حادث سعاد حسني انتحار او سقوط طلعت على الترابيزه واختلت ووقعت، كان البوليس البريطاني حقق واثبت ان مفيش بصمات غريبه في الشقه وكذا، وكان وجدنا الشرايط التي عليها مذكراتها ولم تختفي. ارجو مشاهدينا ان تكون الصوره قد وضحت، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.